إلى مقر الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أوناما وصلت حملة الرش والتعقيم لمحاربة فيروس كورونا التي تقوم بها شركة فيتر كلير منذ ظهور كوفيد-19، حيث باشرت الشركة عملية التعقيم من مقر الإذاعة الوطنية ومكاتب الإدارة العامة للهيئة ثم إدارة التلفزيون. ويقول القائمون على الشركة إن حملتهم استهدفت الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري لكونها المؤسسة التي يرتادها كثير من الناس يوميا. سوسيتي فيتر كلير دا كونتريبيسيون انو عن الكورونا فيروس. الكورونا دا مرض خطير جانا في تشاد، ومن جدا أننا كان سوى جهودنا ان شاء الله انسياتيف انا ديجي انانا ورئيس الجمهورية كله قال يعتقلوا الشغل اللي يقدر يساعد البلد دا مساعدة هنا سوسيتي فيتر كلير. ولاقت مبادرة شركة فيتر كلير ترحاب العاملين بالهيئة وإداريها لأنها تهدف إلى وقايتهم من الفيروس. الانتربريز فيتر كلير جات لنا هنا في تيلي وفي راديو جات صوت ديزنفكشن ده يوصف بكل صراحة في كونتريبيشن هنام في ليت كونتر كورونا فيروس وسرتنما علم أكثر هو سواء إنسانية وده مهم مرة وايد نتمنى الانتربريز اخرين كله يشوفوا اكزامبل لسه هو سواد. منذ تفشي جائحة كوفيد-19 وجهت السلطات في طليعتهم فخامة رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو نداء الى المواطنين واصحاب الشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية العاملة بالبلاد بتسخير اللازم من امكانياتها لمحاربة فيروس كورونا. تحسبا لاختراق فيروس كورونا المكاتب الإدارية رغم فرض الحد الأدنى للخدمة، فإن إدارة النظافة والصحة ببلدية إنجمينة شرعت بإرسال طاقم فني لتعقيم مكاتب الإدارة العامة للخدمات الجمركية والضرائب غير المباشرة، وذلك برش هذه المواد المعقمة في خطوة تعزز حزمة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة كوفيد-19، وأن عملية التعقيم هذه ستقي الموظفين والزوار من الإصابة بالوباء. كما شملت العملية المكتب الجمركي بأنجيلي، وذلك لتعتيم الجو أمام فيروس كورونا الذي أصبح يشكل التحدي الأكبر للصحة العامة ليس على مستوى البلاد فحسب بل عالميا. هذه العملية هي الأكثر ضمانا للحد من تفشي الوباء، وأن اختيار هذه الخدمة الإدارية يبرر أنها من الخدمات الحكومية التي تحقق عائدات مالية للخزينة العامة للدولة. وقد أشاد رئيس المكاتب الجمركية لمنطقتي شاري ولوغون عثمان جندة بهذه الخطوة، وأكد احترامهم للتعليمات الصحية. فكتي لبيرو أنا الدوان أنا جالي أنا شكرنا كتير أنو لديركشن جنرال الدوان وفي لسيركونسيون دي دوان دي شاري لوغون أنا شكرنا كتير دونك سمين باسي لا ديركشن جنرال دي جدين جا أنتنا أمور كل طول الأجان كل نقصنا سيرين مينيموم سونا ميم لزات اطالا كل نغوسو ميم لدواني كل نغوسو او باسكو مرض مرض خطير علي علي سيرفين مينيموم دو كل ريسبكتي علي ماسك كل ريسبكتي علي يغودو بيت. العملية استمر لتشمل مطار حسن جاموس الدولي لرش المكاتب ومخازن البضائع المستوردة، وان هذه العملية هي الاولى من نوعها. زيد اليوم في دوان بلفيريزي دوان كلام lutte contre covid-19 là dina chan badena be soukdol be administration wedin alom tourara douane chan nasara douane wala wigi fo kidme ga hadumu donc dina alom na len na dofu bakanum on pulvériser bakanum le no encourager ouman le hadumu parce que ouman wala nas wedin ma alom gaidin bet ma ouman ga continuer le hadumu le il le ma ya gif. سيصبح من السهل الحد من انتشار كوفيد-19 إذا استمرت حملات كهذه مع احترام حواجز الأمن الصحي وارتداء الأقنعة.